je reviens, ah, tu lâches. J'ai envoyé des messages, j'ai dit que maintenant, laisse me faire. Moi, donc, quand on a hâte avec la première partie du live, les qu'on a mal à Adam, quand on a hâte d'aller, là, je sais, il y a le hal, qui Omar Hilal doit à la haqq, chez le Kabaïl, et très le Massir. Doit tout Amramdan. ولا عمران رمضان رمضان المطاطرة رمضان المطاطرة رمضان العمامرة رمضان العمامرة العمامرة كان ديجا الكلون ديال بوتفليقة 30 عام هو ودبون داكشي. المهم لا دخل كيهضر على الصحراء، بغيت غير نعرف واش راه محاسبين الناس ما كتفهمش، واش الناس ما كتفهمش ان الجزائر هي اللي باغية الصحراء. حنا مشينا دزنا ليطاب ديال الجزائر، قطعت الياس انها ما تقدرش تحيد المملكة، هناك ارتباط ما بين الشعب والمغرب، الشعب والمخزن والملك، مشات ليدي انه امبوسيبل باش يحيدوا المملكه، المملكه مرسخه وتكمل القرون اللي جايين، داكوغ؟ ما لقاوش دابا ما عندهمش ان سوليسيون، لان في الاول كما قلت لكم الجزائر كان الهدف ديالها هي ما تبقاش بجوارها مملكه، وما يبقاش بجوارها ملك. وبالخصوص الحسن الثاني اللي كانوا عندهم واحد الحق دافين عليه، لا قدافي ولا بوتفليقه، بوتفليقه لانه كوم فو لو سافي بوتفليقه مترو 56 مش عارف ما داش في المخزن المغربي وبقى حاقد، وان بليس كاع كانوا باغيين يعيشوا العيشه الملكيه، هما شيوعيين ولاو يضربوا صوبوا قيامه ولاو يضربوا الباردوسي ولاو يضربوا صحيدوا الشمه ولاو يضربوا السيكار وكيفتخروا بهم. حنا اون سون فيش با دي تو، لا لا شوف ما قدروش، حاولوا يخلقوا عدم الاستقرار في المغرب بجميع الوسائل، جميع الوسائل حاولوا، ما خلاو ما داروا باش يخلقوا زعزعوا النظام بمحاولة انقلابات، محاولة اضطرابات، بزاف الامور اللي وقعوا في المغرب كلهم جايين من تماك، الى سنة 1490 فين تورقوا عملية أطلس أسلي، كلشي كان كيجي من تماك، هذاك الشيء المغرب باش تقوى المخابرات ديالو، عرف راسو أن عنده دولة جيوعية تحاول المساس بتاريخه المستمر 14 القرن وزيادة، كون داخل الوطن وخارج الوطن، كون القوة الاستخباراتية ديالو. و 1994 تبين ان الجزائر داكشي تورقت، ونزار اعترف قال لهم حنا مشينا درنا العمليه بأطلس أسني باش ندوروا الاتجاه، المغرب كان يدير الجدار الامني في الصحراء باش ندوروه للشمال ويخلي الصحراء ليه باش يلعبوا فيها بوليزاريو، يديروا فيها التنس حدا الجدار الامني، ولكن المغرب تنبه لهم وعرف كيفاش يعالج الموقف وعرف كيفاش قاد الامور. شكرا جميع الوسائل الخسيسه داروها باش يزعزعوا النظام وباش يحيدوا الملكيه وباش يديروا جمهوريه جيوعيه بحالهم ويتحكموا فيها، هما يتحكموا فينا هما. شتي هذوك اللي كانوا باغي يديروا انقلابات دي ميليتار وباغي يديروا النظام، كانوا غيكونوا كل هما خوت مع القايد صلاح ومع ابو خروبه ومع مع بالخير ومع يكونوا خوت كلهم. انا ما عنديش معاهم حتى شي احترام، ان انا كبرت في الجزائر وعشت في الجزائر، راه الجيري ما كتهين المغربي ما كتعطيش حتى سميتو الجزائر. نهار اللي دخلوا الجزائريين 75 واتصلوا بيا توتالور، نحيي الاخت اللي اتصلت بيا تحيه من وجده وهي راه في فرنسا دابا، كنحييها وكان عندنا واحد الحديث طويل وهضرت ليا شهادات وكذا شهادات، قالت لك تفاجئنا لقينا مغاربه دخلوا او مغربيات دخلوا يقراو معنا في القسم ما عندهمش اسم، كان اللي عنده اسم ديالو اس ام بي، هي اس ام بي اس سي لينيسيال ديال سون بدون ان نو اسم بي باتريمونيال، سون نو باتريمونيال بدون اسم عائلي او اسم ديال الدوله، ولا كان اللي كيسميوه ولد قدر ولد بن علي ولد حميده ولد ولد. تفاجئوا المغاربه بهذا وهذا الشيء، ما كانش لارجينا اكسبتي با دو دوني او ماروكان لو فغي نو باتريمونيال اللي عند باهم، باسكو لي ماروكان اللي كانوا في الجزائر ماشي جاو طامعين يخدموا، لان الجزائر ما كانتش، جاو لفرنسا. L'Algérie c'était la France avant 62 et c'était les Français اللي دخلوهم الجزائر، دخلوهم يخدموا الفلاحه والصناعه التقليديه ويخدموا الطرقان ويخدموا المينا ويخدموا شومان دفير
توت لا مان دوفغ اللي جابتها فرنسا ديغون لو بروتكتورا دي مده الحمايه في المغرب دخلتها الجزائر تخدم، ولاو ضحيه بين ايدي النظام العسكري الافلان القاتل الغاشم الذي هو يحمي الكراهيه للمغاربه وللمغرب وللنظام المغربي، واصبحوا العوبه بين ايديه ويفعل بهم ما يشاء، ممنوعين من الوظيفه، ممنوعين من العمل في اي شركه وطنيه، لان كان شركات خاصو يدبر على راسو براسو ولا يمشي في حالاته. ووصلوا حتى لفات انهم كيقريوهم هما في المدارس ويقريوهم ان المغرب خداعه وان كذا وان كذا، كيقراو ان الملك وان النظام الملكي استعبادي. تصور مغربي، انت انا مغربي كنقرا في قسم جزائري كنقرا على بلادي انها دوله استعباديه وفيها العبوديه وانها غداره وغدر الامير عبد القادر. تصور انني نقرا ان هذه الامور كنا كنقراها، كيفاش ديروا راسكم بلاصتي انا كبالجزائر؟ كيقول لك واحد انا علاش حاقد؟ انا راه ماشي حاقد، انا جو سوي اون تران دو تيمواني باش نوصلوا لهاد رمضان العمامرة ونوصلوا سي عمر هلال. سي عمر هلال نا با كريي، ولا المغرب نا با كريي، كنيما كنقول لك نا با كريي لو ماك ولا لو باك ولا لو تاك ولا لو فاك لا ريبوبليك. من بكري زواوا ايزولي على لي زغاب ايزوكا. الى تفرجتوا اخر كوب لا كوب ديال الجيري، جياس كابيلي جو بونس مع سي ار بي، جياس كابيلي الجمهور حاضر الهواري بومدين، والجمهور القبيلي كيقول ابا ايزوكار، كيبروفوكيو الهواري بومدين ابا ايزوكار يسقط العرب. هما ماشي عنصريين، سيتي ان سين دو بروتيستاسيون كونتر لي ريجيم، فهمتي؟ انا سمعتها، سيرو قلبوا في ليزارشيف الا كانوا مخلينها، باسكو ايزو ميم سونسوري دي كوباو الاغنيه ديال العنقاء اللي غنى فيها على محمد الخامس اللي ساعد الجزائر على الاستقلال. هما يفابريكتو، حنا كنا نني فرسنا والو، عندنا المعارضه مبرزطانه، هما فابريكاو لي زاكتور ديال الكذوب، ديال لا بروباغون ديال لي كالومني. لي زاكتور يجيبو يهضر باللونغ ماروكان يقول لهم انا قبضوني كنت داخل نحرق الغابه، انا حكموني كنت داخل ندخل الحشيش، انا حكموني جي فيولي واحد الجيريان، انا كلهم كيديروا هاد اللسان وكيزيفطوهم في لي تيليفزيون على ليبوك الله باين، وكيعطيوهم للجزائريين يعطيوهم لا نوغيتيغ دو لا ان، كيعطيوهم اش نقول لكم لا بياس ميتخاس، كيقول لهم او كيقول لك المراركه ولاد الحرام دي فيولور دي تخات ديروا لنا. دابا مؤخرا فوزافي اونتوندي لا بلاك، قال لك المغاربه دربوا القروده يدخلوا يحرقوا الغابات، هو شنقريحه اللي كيحرق الغابه، دربوا القروده راكم شفتوا اليوميات والشهادات ديال العسكر، دربوا الغابه دربوا القروده يدخلوا يحرقوا الغابه ديال الجزائر. وتصور حنا دربوا القروده يحرقوا الغابه ديال الجزائر، يحرقوا لنا الغابه ديالنا على دابا القروده. القروده عندهم جي بي اس ولا ويز باش يمشيو للغابه، ولا المغرب لاحهم بليليكوبتر ولا بالطياره لاحهم في الغابه ديال ياه مجيت جورجوره ها مجيت خنشله سي كوا سا. وكيامنوا لان داكشي من الصغر كانوا يديروا دي سينما ديال المغرب. يالله المغرب مضارب، يا في ترو دوبوزيسيون كونتر لو روا. لو روا كانت واحد القضيه ما فهمتهاش، علاش المغرب ما كانش يبغي يبين البوان فاب ديالو؟ ربما انا جو ني في كو دو سي بوزيسيون على ليبوك جيتي انكور ادوليسون. المغرب كان عليه يقول لهم ودي انا راني كنجوع شعبي باش نشري السلاح، راه الجزائر باغي تحيد ليا الملكيه وتحيد ليا كذا وكذا. الجزائر كانت كدير كتقول لهم الجمهوريه احسن ليكم، كتقول المغاربه كاين مغاربه مخلصاهم الجزائر وكيمثلوا الجزائر، ولكن بصفه اخرى انهم يريدون الخير للمغاربه ويريدون يحيدوا علينا التسلط، كانوا يسميوه التسلط والحقره الملكيه. وناس عدد كثير زرعوا لهم كتب ديال لينينيزم وديال الماركسيزم، وكان واحد الفئه كان ضدهم ديال الاسلاميزم دونك، وبزوج كان عندهم مشكل، الملك كان عنده مشكل معاهم بزوج، ما باغيش البروتوكول رويال وما باغيش بزاف الامور، لان ما بغاوش يتقبلوا البروتوكول رويال وما عارفينش ان البروتوكول رويال وكاع ديك البروسيدور كامله والفورماليتي ديال لا ليجونس سيتي بور بروتيجي توت ان ناسيون، ان ناسيون اللي فيها
لي بيغبغ، فيها لي جوي، فيها لي بحيث المغربي، في المغرب تلقى مغربي، تلقاه اوكسيدونتال، اوريونتال، افريك، فيه كل شيء. سي سا لو سيكري دو لا ريشيس، سي لا ديفيرسيتي في المغرب. لو سيكري بغاو يحيدوها لنا اصحاب المبادئ. حنا كنا اون ايتي جون، كاين فينا اللي تانفليونسا باغ لو ماركسيزم. باسكو علاش؟ باسكو يقول لي فوالا الا درنا الماركسيزم غنوليو بحال بحال. وشي وحدين عاوتاني تانفليونسا بالاسلاميز اكستريميست، الا ولنا اسلاميين غنوليو بحال بحال وغادي نمشيو للجنه، غنوليو بحال بحال والزكاه وكذا وكذا وكذا، وما يبقى حتى واحد يتسلط عليك واللي يخون يقطعوا ليه يديه. هادشي كاع كان غير، انا كنقول الواقع. اليبوك جيتي على فاك وجيتي على انا كان كما ليبوك، وكاين اللي كان هيبي. حنا مشينا طلينا هنا، طلينا انا جيتي دون لي برودير لي فرير ميزيمون، جيتي يلاه كيبداو دخلت معاهم اكتشفت، وجيتي دون لو كون لو ماركسيست اكتشفت. شنو وليت من بعد؟ ولاو كيقولوا لي الهيبي، وليت مع وودستوك صحاب موسيقى انديفيرون. جو مون فيش دي مود باسكو ما تخت لا في هذا لا في هذا، بقيت عايش حياتي في دماغي فهمتي، ولقيت راسي انني لا خدمت نعيش باسكو جافي با دوطخ موايان. يلاه دخل انا من المغرب، والاسلاميز شفتو في الجزائر، والماركسيز شفتو في الجزائر، عاود وليت لقيتو في المغرب، ولقيتو لقيتو بزوج لقيتهم في المغرب. شوف المعاناة اللي كانت عند المغرب، المغاربة اللي خصهم يقراو المغرب من هاد الواجهة، أنهم يقولوا برافو الحسن الثاني اللي إلا ريزيستي لهاد لي طومبات أ لانتيغيور، طوفان أ لانتيغيور ومن لاكستيغيور دو تو لي كوتي، راه حتى من ليسبان ومن لا فرونس باسكو سيتي كوا في باغ تو الموند. لا فرونس بولي اون كالكو سورت شوية من راك ليبوكريزي، ولكن سورتو لالجيري اي لوغاساس فولي لا بارتي دي ماروك يقسموها ويدخلوا لاتلانتيك ويواجهوا الجهه ديال لي زيتازيني يواجهوا. والمغرب كاين اللي يقول لك لا راه كانوا معاونين الهود ومعاونين الامريكان ولا لا دونو دونو قليل. انا عندي دوتر شوز ما نقدرش نقولهم هنايا، سيتي با او ميم دوغري كو لالجيري كانت معاونها لوغاساس، و سيتي با او ميم دوغري كو لالجيري معاونها سوريا ومعاونها ديك صحاب الصمود ومصر والرباعه. عاد خلي كوبا وفنزويلا اللي كانوا دخلوا لهم الفكره انهم سي سون دي زاندربوندنت اللي زفلان افلان لي نوفمبريين، نوفمبريين اللي زعما حروا البلاد على عين الحرب ديال لا كارد دي صاب. حنا كنا بحال مره درنا ديك لا تيز، قلنا سي بوزون كل ماروك هجم الجزائر، سي بوزون كذا لا فرانس راه دخلت المانيا وصلتها. شتي المانيا كان دايره لا غيستابو، تو الموند كوني لا غيستابو، لا غيستابو فين كيعذبو كله من هو ضد المانيا الغربيه، لا كيعذبوهم يمحنوهم، سي ديفيسيل باش تسكب تماك ودير تماك. ابخي تو هما المانيا عايشه مع اوروبا وما كاينش حدود ما كاين والو. دابا من بغينا نقريهم على ان الامير عبد القادر ما خدعوش المغاربه. واحد دقيقه، الو، اهلا وسهلا، لاباس كلشي بخير؟ لاباس بارك الله فيك، الحمد لله بارك الله فيك. لا لا باديتو مرحبا. وين انا غادي نشوف، انا جو في ابلي و انا غادي دي رونسيمون نعيط لك توت سويت. ميرسي بوكو. الو، عيط عيط لها، راه راه تماك تماك، يلاه توت طالو بلا ما نعيط ليه، جو ميكسكيز. دونك وقيلا ما خش من الموضوع. دونك الوقت اللي دخلت انا تماك، راه نعاود نكرر باش ما ننساش الفكره، جبت من تماك بوكي ديدي معايا ودخلت للمغرب ولقيت المعاناه في المغرب وخرجت منهم، خرجت من المعاناه وعرفت. ودابا ديما كنرجع لكم الفكره الاولى اللي مشينا بها، ان الجزائر تولدت سيتي فوسكوش لالجيري فوسكوش ديال فرنسا. لا فرانس ما تنساوش واحد القضيه نفكركم بها، كان غادي يكون عندنا الحظ كبير لو كان نصالي الحاج
والفرون دو الفرون بوبيلار ديالو جو كخوا ديالو كون شد الجزائر اللي كانوا كانوا على الافكار متنوره هو اللي صوب الدرابو مثال الحاج هو اللي صوب الدرابو ديال الجزائر ومراته هي اللي خيطاتهم ومفدي زكريا هو اللي كتب الكلمات ديال النشيد الوطني داكور هو اللي صوبو مفدي زكريا مات في المنفى مثال الحاج مات من المنفى وكان الوالي بومدين مانع شي واحد يجبد السميه ديال مصالي الحاج مصالي الحاج سي ان كونتون ديال الجزائر قلبوا على مصالي الحاج وقراو قلبوا فاغ دي ريشيرش ما بين اون غون ديفيرونس حتى ما بين عبد الحميد بن باديس والبشير الابراهيمي فهمتي طالب اللي ولدو الطالب الابراهيمي ولي زالي سافوار بوكو دو شوز لان الجزائر النظام اللي اختارتو وتامبوز عليها لان كيقولها حنا ساعدناك على الاستقلال هو هي الجيوعيه وبغات ترد المغرب جيوعي وتبعت المغرب حياته كامله وقولي باش تفاهم معاه ودير معاه اتفاقيه دارت ليه دوله تحاربو وتقتل ليه الشعب ديالو وديما كنقول لكم باي حق دخلنا عليكم بالله باي حق دوله جارتك تشد لك مغاربه تسجنهم 25 سنه بالالاف بالالاف الوقت اللي ما كان في دار امني كانوا كيدخلوا يديو اللي بغاو كنقول لكم الحسن الثاني كان يعاني ولم وشوف كي كان يدير شوف رجعوا لي ديسكور ديالو كي يكون يهضر كاين دو لاميرتيم كاين تريستاس انا عندي لي فيديو ديالو كاملين ديالو ما كنشوف كي كنهضر كنشوف لي غريماس ديالو لي شاد الكارو كيقول لهم لو بروبليم سي با لالجيري او لو بوليزاريو لو بروبليم سي لا لوجيستيك السلاح اللي كان عندهم كي داير متطور كانوا عندهم لي رادار لي كابتور عندهم آلات تشويش كانوا تري تري زيكيبي و سو كي فون سا سيتي دي تكنيسيان جايين من برا سيتي ني لي زارجيريان ني لو بوليزاريو فهمتي واحد جاي من الزنقه ما مكون ما والو قال اسيدي هرب من المروك واحد جاي من هي غادي يشدو هذاك الشيء خصو خدمه وخصو فورماسيون وخصو ان اكاديمي ميليتير جايبينهم من برا باش يريبوا المغرب واليوم المغرب كي المغرب عمرو قال الجزائر راه كدير ولا كدير اليوم غير السي عمر قال لهم اودي حتى القبائل قبائل دايرين تصور دابا كل المغرب دار فعلا الدوله ديال القبائل دار لها لا لوجيستيك ديالها ودار لها ليطا ديالها ودار لها كلشي المسائل ديالها والسفاره ديالها حتى هو خسر فلوس ودار لي كونسيلا ودار المبعوثين وشرا لهم بلايصهم لان الصحافه ديال البوليزاريو شارين بلايص فرونس ما بقاش نسميو لان غادي نوليو ثاني المهم شاري لهم بلايص في المنابر اعلاميه كيدخلوا فركتين وكيحطوا وكيبقاو يتعايروا مع المغاربه في المنابر دوليه تصور واحد الكمشه ديال زابالوس دايرين وكيهضروا في المنابر الاعلاميه واليوم حنا كيهضرنا قال لك نتوما وهذا الشيء خطير وانتوما راه قتلتونا ودخلتونا كيفاش دخلتوا المغاربه 25 عام في الحبس ديال بوغار والبرواقيه ياك نهار اللي تري رابط الصنام نهار لو ترومبلمون دو تير الفاجئه الكبيره المئات ديال المغاربه دخلوا لوجده هاربين من السجن تاع شحال كانوا ساجنين والديهم ولا ولادهم ما عارفينهمش فين كانوا سولوا الجدا ما كاش اللي يعرف الجيري قد الوجادة حدود سولوا الجدا قول لهم نهار الزلزال ديال الصنام اللي ولات سميتها شلف الحبس راب وهربوا المئات ديال المسجونين والله ما كانت عرفتهم السلطات المغربيه فين كاينين والحبس ديال بوغار وديال برو في المغرب الجزائر دارت دوله تحاربك وتشد لك ولادك وديرهم لك في الحبس والمغرب تري جونتي توجور لا ديبلوماسي ها يقول لي انت دابا ها الجيري انا كنقول لكم شحال هادي انا جو سوي الجيريان دو مير جو لو دغوا انا سيتي الجيريان كون كانت دوله ديمقراطيه وحيدت عليها هاد لو سيباراتيزم وهاد المرتزقه وتلهات بالشعب ديالها ووفرت ليه الماء العذب وفرت ليه لان الجزائر عندها الامكانيات باش تعيش الدوله ديالها في الرفاهيه لان ورثت دوله مصوبه
فهمتي؟ جي انت تخدم نعطيك انا اتوليي فيه كل شيء، نجيب لك اتوليي كامل نقول لك هذا لاتوليي فيه كل شيء. الا كاع ما عرفش تخدم كتجيب خدام دير لا سوتيريسون يجيبو يخدم لك وتخلصو. الجزائر كي فرنسا عطاتها دوله مصوبه مي ما عرفش السير كنجيب برانيين يسيروا لها البلاد ودير لي كونسيسيون ودير الاخر وتخدم وتمشي تدخل الدول الناميه لانها كانت مصوبه. ولكن لا هما ان عكسنا ضربوا فيراج دار واحد لونغل ايكو ماشي اوبتي لونغل ايكو ديال 30 دوغري داروا للمروك سير بلاص داروا للمروك اتجاه المروك حيدوا المملكه ونعيدوا اه وبوليزاريو بداو كيضربوا فينا ويدخلوا لينا ويديروا 45 عام ساتوندي با لم يكونوا يتوقعون ان المغرب غادي يبقى صامت. انا كنقول لكم ديما المغرب ماشي غيبقى صامت راه ما بقاش سميتها الصحراء لو ديزير ما بقاش لي نوماد صحراوة اش كانوا كيديروا. انا عندي صحابي غير اون 84 83 ايزون ايتي ميتي يخدموا بالصحراء شراو الجمال وشراو داكشي ولا يبيعوا يشرو في الجمال ولاو دي نوماد. اجوردي ما بقاش داكشي حتى داك لو نوماد ما بقاش كلشي ولا حضاري تبنات ولاو معاهد ولاو سبيطارات ولاو طرقات ولاو دي بيسين ولاو ملاعب ولاو جامعات ولا. رانا تفاجأت كي قالوا لي انا سي جي كاين في الداخله لي ستا كاين في العيون شارع حسن الثاني كيفاش ضاويم والموانئ كي دايرين ومنتجعات ديال الاصطياف ما فينا. تقول لي صحراء صحراء سي ورقله سي تمن راسات سي بيسكرا سي سي بني والنيف سي تيغنيف سي تيميمون قناتسه عبادله الثوره ماشي صحراء هذيك اسمح لي صعوبه مالغري الحرب وتصاوبت ديك الساعه راه حتى دوله ما دخلت تماك تستثمر كلشي بحال الجزائر مروجه الدعايه ان كاينه حرب تماك داكوغ. ولكن المغرب راه كيصاوب في البلاد وفر لهم كلشي وكيجي واحد من الجزائر كيقول لك المنتظم الدولي حقوق الانسان خاصو يمشي للصحراء يشوف الصحراوات تماك المنكلين والمعذبين والمتبعين. او فين معذبين في تندوف ولا في المغرب؟ عمر عمر هلال ما قال والو وغادي يبقاو يهضروا وهما اللي قالوا هما اللي داروا دوله وشراو لها بلاصه. كيقول لك ان عمر هلال لا يعلم على انه انها دوله معترف بها في الاتحاد الافريقي من طرف 23 دوله. نحن عارفين هذا الشيء حنا عارفين راه شريتوا لها داك البلاصات حنا عارفين. ولكن يوم تبدلات الرؤيه الناس عاقت ان لالجيري هي اللي باغيه الصحراء هو 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 الكبير هو هو صغير هو هو والمرأة كل شيء هو هو كل شيء هو هو كل شيء هو هو وحنا غنيين القدام شحال هو هو والتاني مشى لا كورنيش هو 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 عندهم كتاب واحد فيه 17976 صفحة كل صفحة فيها الصحراء كل صفحة فيها الجمهورية الصندالية عاودية هو 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 دابا حنا قصارين انا مسالي قبي حنا قصارين هادشي شوف بعد غادي نديرو في اليوتيوب اصحابنا ديال برا. حنا عمرنا هاجمنا على الجزائر حياتنا كامله واخا دار الجزائر حنا عندنا لو سيلونس ماشي دي زانيو نو 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 نو
le silence des dinosaures. Le silence des dinosaures. Aujourd'hui, السفير ديال المغرب ما دار والو، فرق واحد الورقه ان يشوفوا القضيه ديال غير يلوحوا واحد النظره خفيفه، واحد النظره على واحد الناس كيطلبوا تقرير مصير في القبائل. ما سلح، ما عطى فلوس، ما دار مؤتمرات، ما دار دعايه، ما دار والو. شنو ضال؟ حنا راه كيتحاربونا، كيضربونا بليبيسين من عندهم، كيضربونا وكيهربوا عندهم، فهمتي، وكيخطفوا عباد الله، وكيديروا ولادنا في الحبس، وقتلوا الاباء، وقتلوا كل شيء، ونكرونا في الخير. وجادة براكنة بني زناسن تفوغالت زقزل بني وكيل تويست سميتهم احفير بركان الناس ما ناظور كاع المناطق ماتوا تقتلوا تقتلوا ماتوا من اجل استقلال الجزائر، فهمتي. المغاربة عطاو من مالهم من ماكلتهم الجزائر، وكلوا وشربوا الجزائريين وعيشوهم عندهم، كلاو العصا على قبل الجزائريين، تعذبوا باش يجبدوا المجاهدين الجزائريين. مغاربة داخل الجزائر توفوا عدد كبير شهداء ماتوا من أجل الجزائر، والجزائر الجزائر خلات فيها غير الجزاء، دارت لنا غير الجزاء، الجزاء ديالنا بالشر. ملي بدات لصقت الجزائر وهي بادية مع المغرب بالشر 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 إلى يومنا هذا، واللي كيجي ميسيونير عندهم بوغ نويغ ماروك. وزير الخارجية عندهم راه وزير الخانزية، الخنز غادي يجيب لك المغرب، يهز فاليزا ويدير فيها كتاب فيه 16 1976 صفحة، صحرا 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 الجمهورية الجمهورية، ما عندوش شي قضية أخرى، شي شوف غير بلومبيي يصوب ليه القواز يجيب له الماء العذب، فهمت، يهضر مع المغرب مشكل ديال الماء اللي ما عندوش، ما يقدروش يناقشوا شي حاجة من غير الصحراء. وباغين يفرضوا الصحراء الصحة، وكيقول لك الجمهور علاش نتوما كتقولوا الصحراء مغربية ودابا هما دابا تصور واحد القضية دابا بحال نساو الغباء، هذا كيتسمى الغباء أو الاستحمار، حاجة زوينة كتسمى الاستحمار في اللغة، راه تعلمت اللغة العربية، أنا راك فرونسيزون بزاف دابا تعلم الاستحمار، وبما أن وكأن وبما يدل على أنه ما كان، الحمد لله الحمد لله، فهمت سي بيان. بور كومينيك انا شحال واحد كيقول معايا يهضر بلونجلي فرونسي باش يعرفه، ولكن مع الاسف الى هضر بلونجلي كل واحد اش غادي يكون، المهم جو كخوا غادي يسولو غادي يعرفوا الموضوع اللي كنهضر عليه. دابا حنا كنبقاو نهضروا بحال من هكذا، راه ماشي كنعايروا الجزائر ولا كنسبوها، راه كنهضروا راها مصيده الجزائر، خسرت فلوسها في الهواء الهواء الهواء، على جيتي تو لارجون ا لوسيون، فهمتي، بغات المحيط الاطلسي ما عرفش تاخذ منه، اليوم تجيب لاباي وما دي الجغمه من المحيط الاطلسي. اليوم المغرب فهم انه ما يمكنش يتفاوض دبلوماسيا مع الجزائر، وحنا اليوم عاد عرفنا ان المغرب وقف الوقفه اللي كان خاصو يوقفها 50 عام هذه، ولكن المغرب كما قلت لكم كما كان يدير الحسن الثاني الله يرحمه ما كانش يبيض لا فيبلس ديالو، كان يتسنى يتقوى، وفعلا قوى الصحراء ودار البنيه التحتيه، ما كانش يقدر يحل فمه يقول لك الناس راهم ضايعين في الصحراء، الناس عايشين في تندوف كيقول لك اللهم ملاجئ العز والكرامة ولا الدل، علاش لا ديرك تدوخ عليا؟ أنت كبرك تماك باش تاخذ الماندا مع الجزائر فلوس الشنقريحة بتروكيموس من الشام تقول لي شحال دابا خصنا نساو ديك الأخوة ونساو داك الشيء، ما كاينش عمركم سمعتوا شي مظاهرة شي مجتمع مدني يعيط بوليس ما يقدرش، المهم حنا بقاو خدامين. هادي هو هو من عندي هو 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 انا نبني ونعلي وانت تهو هو وتنعلي هو 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 تسبيح بالمشاريع مشاريع المشاريع 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 البراجات البراجات المعامل والموانئ
مقابلين ونسبحين بالمشاريع المشاريع اللقاح سينوفار ترازينيكا وزيدو زيد المشاريع نخلي وشعبنا يعطش ويجوع ويدير الطوابير الطوابير هو 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 Ça, c'est que l'habillage de la réalité. D'accord, les beaux, on m'a dit d'aller quelques mots, خليهم هما يديروا, حنا 46 عام, وحنا قابلينهم هما باش يديروا. المنور ديال تينو المنورة في ضرب في قلب العدو منورة قلب الأسد زيد قول لي وعاودني زيد قول لي وعاودني والأطلسي يا ودي وعاودني والأمريكان والأمريكان نيفي يا خويا ولي فرنس اوكسيد يا هما وكان فين الصالر فين الحليب فين السنيده والسنيده والبنيده ودير في المدينه يا حنيده وزير زهور الوالي سيدي مبين او كعاو من مكري قالوا حائط المغاربه جزائريه ويدي وقالوا بالطوطه حتى هو كنحييكم شويه ديال الضحك شويه ديال الاخر شوف خليهم المهم دوك الناس حنا كاينه شحال كاينه ديال السمادليه لا حنا ديما تما كيطلع لكم نتوما تفكروا الكركاره في السمادليه من داك النهار والخير اللي كيتكب على المغرب شوف فينيزويلا مرونه كوبا مرونه جنوب افريقيا حرب اهليه والمجاعه نفس القضيه قلت لكم كل ما الدول اللي عايشه على البروباغوند يجي النهار اللي تورق بحال اللي تورقت المانيا الشرقيه وتورق الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ودابا اليوم حاليا كاع صحاب فرنسا وصحاب اوروبا كيشوفوا المعسكر الشرقي الشعب ديالو كيسعى في فرنسا وكيباتوا في القياطن الرومانيين والبولونيين والبلغاريين شكون يساترهم ساترهم الجزائر فيها البولونيين وفيها البلغاريين وفيها الروسيين وفيها الرومانيين واكلين شاربين في الجزائر ولكن فرنسا مورقين ولاو كيديروا الخمار وكيطلبوا اونو دي ميزينو بول الرومانيات لي غومان دايرين القياطن من لايروبور شارل ديكول حتى لباري هادو اللي كانوا مع الجزائر الدول الجيوعيه اش بغيتو تبوق هادشي ها كان هو 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 تسبيح تسبحوا سياحة جنسية سياحة جنسية سياحة جنسية تبوسوا لي الدين تبوسوا لي الدين عبيد 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 عبيد
صيون صيون سانتوم صيون صيون. هذا التسبيح، التسبيح ديالنا شنو هو؟ مشاريع 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 مشاريع، لقاح 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 لقاح، الموانئ 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 الموانئ، المعاهد 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 المعاهد، البرنامج التنموي البرنامج التنموي، تيكنوبول تيكنوبول، طونجي تاك طونجي تاك طونجي تاك، وست ماد وست ماد وست ماد وست ماد، ميناء داخلة ميناء. التسبيح ديالنا هاك 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 زيد هاك زيد هاك، أبقى تسبح أبقى تسبح وما عمرك ما تربح. تبارك الله عليكم، والله العظيم شوف والله ما كنسخى بكم، ولكن راك عارف إذا طولت عاوتاني غادي تملوا، خليونا دابا شوية. شوف وجادة نهضر معاهم، بقاو وجادة داخلة عليكم بالله، بقاو تصوروا جيبوا لنا لي فيديو ديال الطبخ ديال الجزائر واللباس ديال الجزائر القديم، حيت أنا كنت تماك الطبخ ديال طبسي الغارق وبلونجي تقلب على شي طريف ديال الحمص ولا شي لعيبة، المرقة المرقة تكس تكس تكس، أرى المايو وداك الطعام اللي فيه سبعة ديال العنبات، عنبة عنبة عنبة، طعام صفر، طعام كولوغ شينواز شينواز، والسفة السكر السميدة والزبدة الرومية والسكر، شو يعيرون حنا كنا نتوما المجاعة. الطعام ديالنا فيه 30 خضرة، فيه القرعة فيه الدنجال فيه فيه اللفت، غير اللفت كاين حمراء وكاين صفراء وكاين بيضاء وكاين خضر، ربعة ولا خمسة ديال، وكاين طويلة وكاين مكركبة وكاين دايرها القرعة، كاين السرو وكاين مكركبة ديال الإسكيمو، كاين ديك الآخر وكاين الدايرة اللي بحال السلاوي، وكاين كالية قد الرون بوان، هادي غير هاد أودي أغيطي يا صاحبي، سير سبح مع راسك. تبارك الله عليكم، شوف كنضحكو والله، شوف حنا خاوة خاوة افير ديال الجمهوريه القبليه الصحراويه، سي لا بوليتيك، حنا خاطينا لا بوليتيك، حنا خاطينا لا بوليتيك، هنايا خاطينا لا بوليتيك. الله يطلق صراحة شابلو شابلو، الله يديركم شابلو باش نديرو ليه، الله عاودتي عاودتي سير بعد، هذا ندير لكم هذا خينا مصباح هو كيهود، قال لك هلال ماشي هلال، ندير لكم ندير لكم باش نختمو باش انا راه ماشي زعما عندي مع الراي ولا شي حاجه، ولكن بقى فيا بلو بلو قال لهم راني مغبون، ايوا اش غادي نقول لكم، راه مغبون اش نقول لك، شاب بلو عنده شي اغاني ديال لا جونيس ديالهم صافي، هي لون سوبريمي فراسكم واحد القضيه، ايزون سوبريمي ايزون سوبريمي لا فيديو من يوتيوب، انكرويابل. ولكن غنشوف دابا هنايا شوف راه عندهم راه حتى هاد الثلاشة هاد الثلاشة اللي غادير هنايا غادي يحيدوها، حيت هما اختصاصيين في هادشي، أي كومونتير يحيدولك يسينياليوك يحيدوك، حتى دابا هادشي غادي يحيد، ولكن معندناش مشكلة حنا نصاوبو واحد آخر، شوف حيدو حنا نصاوبو داكوغ، صاوبو معندناش مشكلة، دونك أون فا شيغشي إيسي شاب ولا شوف واش حيدوها ولا باقية. حيدوها صافي، واي حيدوها حيدوها، إيزون تو تونلوفي، دونك مبقاتش، دابا خصهم غيطلقوها، دابا خصهم صعب لي سون سون ديفيسيل، حيدوها من اليوتيوب، ولكن كاين المغاربة لي متيليشارجينها، كنحييكم، والله ما سخيت بكم، حنا قصارين، وكنطلب من وجادة، وجادة اللي كيعرفو يعطيو الشهادات، أنا كيتصلو بيا بزاف من فرنسا، داكشي. احنا ديروا لنا بيبليكاسيون غير ديال الماكله وجاباطور السينيا والبير، مول السينيا والبير اتونسيون، راه مولاها حسين السلاوي اتونسيون، راه غناها سليم هلالي اليهود اليهودي، سي ان كرون شونتور كو جادور، عندنا اليهود اللي كانوا في الجزائر ما بقاوش سيتي دي فرونسي، كي مشات فرنسا مشاو، جو بو سالي بون نوي، ربما شويه بلاتي عاود نقدر ندير شي فيديو، مسالي قبينا ما فهمتي، قصاره تقاعد راكده وتمونجي، قالك انا كده وتمر، ما عندي لا بترول ولا غاز، ولكن بخير اللي في المغرب. تبارك الله عليكم، حفظك الاغنيه ديال هو هو اللي هضر معك، شنو غنقول هو 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 ولا التسبيح. تبارك الله عليكم.